امبارح كانت من المباريات القوية برضو في استاد القاهرة، نادي الزمالك. نادي الزمالك اللي كان في مباراة عنيدة جدا في ان هو يفك شفرة دفاع بلاك بولز الموزمبيقي اللي استمر حوالي 45 دقيقة لغاية ما قدر انه يسجل احمد عبد الرحيم ايشو الهدف الاول. فيه مفاجأة، وطبعا كان هدف في قمة الروعة، وشفنا كان من ضربة ثابتة في البداية من عبد الله السعيد، وبعدها ايشو قدر يكمل على الكورة يحرز الهدف، وبعد كده بيضيف نبيل عماد دونجا الهدف الثاني من بداية الشوط الثاني، يعني من تسديدة قوية جدا من خارج منطقة الجزاء. وكان يقدر الزمالك على فكرة يسجل اكتر من هدف، لكن الاهم هو الحصول على اول 3 نقاط في المجموعة. ومستر جوزيه جوماز بدأ المباراة بتشكيل ضم فيه في حراسة المرمى محمد عواد، قدامه كان فتوح، حسام عبد المجيد، وحمزه المتلوثي، وعمر جابر، في الوسط نبيل عماد دونجا، وعبد الله السعيد، واحمد عبد الرحيم ايشو، قدامهم كان مصطفى شلبي، وسيف الجزيري، واحمد مصطفى زيزو. ظهور جيد لنادي الزمالك في انطلاق منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، واللي بيسعى طبعا فيها أنه هو يحافظ على لقبه الإفريقي واللي اتحقق النسخة الأخيرة على حساب نهضة بركان المغربي. بنبارك مرة تانية لنادي الزمالك وأيضا للجمهور اللي كان متواجد علشان طبعا يؤازر الفريق.